معنا من سيدني رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية سيد أحمد الياسري. سيد أحمد أهلا بك على سكاي نيوز عربية. إذن سيد أحمد، الجميع ينتظر نتائج هذه التحقيقات، الجميع ينتظر أيضا من الأستراليين وحتى الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان حول ما يدور في هذه القضية. كيف تنظر سيدني الآن إلى ما قد يحدث خلال الأيام القادمة؟ تحية لحضرتك وتحية لجميع مشاهديكم الكرام. عفوا، أستراليا تنتظر كما تفضلتم الإجراءات التحقيقية التي من المفترض أن تشرك الحكومة القطرية بها كامبرا لإنهاء هذه الأزمة والوقوف على تداعياتها وأسبابها والمتسببون بها. لكن أنا قلت لحضرتك، أنا أقول لحضرتك أنه الموضوع هو ليس متعلق بقرار نخبة سياسي، وإنما أزمة المسافرات الأستراليات في قطر بدأت تندفع وتتفاعل في الواقع الاجتماعي. يعني حضرتك اليوم على سبيل المثال، يعني تابعنا مثلا اتحاد النقل TWU الأسترالي الذي يدعو إلى وقف التعاون مع الخطوط القطرية ووقف صيانة الطائرات القطرية على الأراضي الأسترالية. الحركات اليمينية أيضا دخلت على الخط وبدأت تعيد هيكلة خطابها وتوجهه ضد الجاليات المسلمة منطلقة من القضية القطرية. حضرتك تعرف بعد أحداث كرايست تشيرش في نيوزيلندا خفت صوت الأحزاب اليمينية في أستراليا، وبدأت الحكومات الأسترالية والنيوزيلندية تتعامل مع الجاليات المسلمة كمكونات، يعني كجزء مهم من أجزاء هذه المجتمعات. المعينة حقيقة أنا رصدت أنه الأحزاب اليمينية خلال هذه الفترة استغلت قضية مطار، يعني قضية المسافرات الأستراليات باتهام المسلمين بأنهم لا يحترمون المرأة وأنهم يتجاوزون على حقوقها. لذلك يعني أنا أرى أن هذه الحادثة يعني أربكت الوضع، خصوصا أنها تزامنت مع قضية سحب، يعني قانون إقرار سحب الجنسية الأسترالية الذي سحب من الجزائري عبد الناصر بن بركة، فكلها توقتت مع الأزمة القطرية حقيقة. لذلك أنا أتمنى شخصيا نحن نتابع هذا الموضوع مع يعني أرسلنا مركزنا أرسل رسائل إلى الحكومة الأسترالية الفيدرالية وإلى الجهة القانونية التي تبنت موضوع المسافرات لكي تطلعنا على تفاصيل التحقيق، وسننشرها إن شاء الله في الإعلام. طيب سيد أحمد، بالنسبة للجانب القطري، هي ليست أول يعني مخالفة أو انتهاك لحقوق الإنسان، يعني حقوق المرأة أو الطفل أو حتى الرجل والعمال وما شابه، كثير ملف يعني فيه الكثير من الأوراق التي نظرت إليها الأمم المتحدة وجهات عديدة، لكن تعتقد هذا الخطأ ما الذي يميزه، يعني من ناحية الفداحة، من ناحية تأثيراته على صورة المسلمين أو العرب أو حتى على قطاع الطيران القطري بحد ذاته؟ النساء يا سيدي هذا الذي يميز موضوع النساء. موضوع يعني أنا قلت في أكثر من حوار أنه حقوق المرأة في أستراليا تعتبر يعني شبه مقدسة، هناك حصانة قانونية ووطنية للمرأة، يعني لا يمكن أن يتم إخضاع 13 أمرأة والقيام بفحص. يعني حضرتك لو سمعت التحقيق 60 دقيقة التي قامت به الأسترالية جين، وهذه المرأة يعني تحدثت عن تفاصيل مريعة، هذا كله يستفز ويجعل يعني المنظمات الحقوقية المهتمة بقضية حقوق المرأة تحديدا، خصوصا وأن يوم 25 نوفمبر قبل أيام كان هو يوم اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة، فكلها توقتت يعني جميعا. أنا يعني أرى المشهد أنه الأزمة القطرية ربما هو خطأ أمني حصل في مطار حمد الدولي، ولكن تفاعلاته واندفاعاته على صورة العرب بشكل عام كانت سيئة جدا. طيب. وتأخر الحكومة القطرية باستيعاب الموضوع والتعامل معه بمنطقية، هذا أيضا يعني عقد المشهد. لذلك أتمنى وأدعو الحكومة القطرية أن تسارع بكشف هذه التفاصيل وأن تعاقب المسؤولين وأن
تحترم طيب. هذه الأزمة وإلا أشكرك سيد أحمد. أذكر هذه النقطة، الخطوط القطرية تعرضت لأزمة من خسارة قرابة مليارين دولار في أزمة كورونا، وعملت شراكة مع الأمريكان إيرلاينز. إذا لم تحل هذه الأزمة ستحدث مشكلة كبيرة للخطوط القطرية في أستراليا، أنا أحذر يعني. شكرا جزيلا لك من سيدني، رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية السيد أحمد الياسري، شكرا جزيلا لك.